فيجب طاعتهم وعدم الخروج عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن من ولاه الله أمركم فيجب عليكم أن تطيعوه. والنصح لأئمة المسلمين، كل من ولاه الله تعالى أمر المسلمين فالواجب طاعة ولاة الأمور. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يستقيم حال المسلمين إلا بطاعة ولاة الأمور والجهاد معهم والحج معهم وإقامة الجمع والأعياد مع أئمة المسلمين. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وعدم الخروج عليهم، لأن في الخروج عليهم من الشرور والفتن وسفك الدماء وتفريق كلمة المسلمين ما نراه اليوم ممن يخرجون على ولاة أمورهم. فهذا والعياذ بالله مما يورث الشر والفتن وسفك الدماء واختلال الأمن ونهب الأموال وقتل الأنفس وانتهاك الأعراض، كلها بسبب عدم النصح لولاة المسلمين. فيجب طاعتهم وعدم الخروج عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن من ولاه الله أمركم فيجب عليكم أن تطيعوه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.